مشاهدي قناه الشعب، قناه شفت فيها، مرحبا بكم في البث المباشر مباشره من مدينه المحمديه. كما كنتم معنا مشاهدينا الكرام، هذه هي لافاليز، اخطر جرف هنا في مدينه المحمديه. هذا الجرف هذا اللي ما كيجيوش فيه الناس، ما كيقدروش ان الناس يجيو يهضروا الخطوره ديالو، يعني بزاف ديال الناس يعني غير الصياده اللي كيجيو في هذه البلاصه هذه. كما كنتم معنا مشاهدينا المتشبعين، يعني غير الصياده كيجيو هنا كيصيدوا في هذه البلاصه هذه. بزاف ديال حالات الغرق، بزاف ديال الناس طاحوا هنا، بزاف ديال الناس كانوا كيجيو باغيين غير يتصوروا، يلتقطوا السوق الصور، يديروا سيلفيات، تيلقاو راسهم غرقوا في هذه البلاصه هذه. فكنتمناو من جميع الناس انهم يتاخذوا الحيطه والحذر، كنتمناو من جميع الناس انهم يردوا البال ويحضروا رؤوسهم. راه كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، راه هذه الحافه هذه راه خطيره. والغريب في الامر اننا كنلقاو بعض الصياده كتلقاه كيجي كيدير كرسي هنا. الاخوان حاولوا اننا ما نقربوش بزاف، كيدير كرسي هنا كيجلس على الحافه. شوفوا معنا الاخوان كيجلس على الحافه، كيجلس هنا في هذه البلاصه هذه وكيبدا يصيد. تقدر تجي موجه تضربو، تقدر يعني يقدر يجي عليا حيطيح ولا شي حاجه. فكنتمناو الاخوان من جميع الناس، كنتمناو من جميع الصياده انهم يردوا البال، كنتمناو من جميع الصياده انهم يتاخذوا الحيطه والحذر. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره من لافاليز، هذا هو اخطر جرف في مدينه المحمديه. بزاف ديال الناس تلقاو الحذف ديالهم هنايا، بزاف ديال الناس اللي طاحوا هنايا، بزاف ديال الناس اللي ماتوا هنايا حدا رؤوسنا. ما نغامروش بالارواح ديالنا، بالخصوص ان مؤخرا يعني كتلقى واحد نهار واحد الصياد كان كيصيد هنا، جبد واحد الحوته بقى غادي كيتجابد معاها نسى راسو، وبالليل بقى غادي كيتجابد كيجر في الصناره كيجر، ما شافش راسو انه وصل للحافه طاح. ما عرفناش دابا واش مات ولا باقي على قيد الحياه. فالحذو رؤوسنا، ما نغامروش بالارواح ديالنا. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، ها مباشره من مدينه المحمديه، هذا هو اخطر جرف لافاليز اللي كيجيو الناس. هانتوما الاخوان اللي قلنا، شوفوا معنا يعني واحد فين واقف فين مدلي تماك، يعني يقدر يطيح في اي لحظه، يقدر يعني كيغامروا بالارواح ديالهم. فاحنا ما كنمنعوش ان الناس يجيو يصيدوا، حنا ما كنمنعوش ان الناس يجيو يمارسوا الهوايه ديالهم، ولكن طلع ما تجيش للحافه. هاي البلاصه الاخوان، طلع الفوق وسولو تماك ودير اللي عجبك. راه بنادم هنا، حنا واقفين في الخطر دابا الاخوان. حاولوا نرجعوا شويه للور، يعني كما كتشوفوا معنا الاخوان، شوف يعني واحد الحاله صعيبه الاخوان ان الواحد يقدر يجي هنا. فكنتمناو ان الناس يحضروا رؤوسهم. شوفوا معنا الاخوان، شوف بقاو معنا، الله يحضر السلامه. شوفوا معنا دابا، تخيلوا معايا الواحد يطيح هنا الاخوان، اش غيطرى ليه؟ واحد غيطيح هنا، شنو المصير ديالو؟ يعني راه راسو تضرب لي مع صخره، الله يرحمه الاخوان. فشوفوا معنا كارثه، يعني كما كتشوفوا يعني هذا الجرف هذا اللي كيشكل واحد الخطر كبير على الساكنه. نتمناو انكم يعني تاخذوا الحيطه والحذر، نتمناو انكم تحضروا رؤوسكم، بالخصوص اننا كنشوفوا هنايا. يعني شوفوا بقاو معنا مشاهدين، كنقربوكم وتشوفوا اكثر. يعني والغريب في الامر والكارثه والطامه الكبرى هي كتلقى ان بعض شي وحدين يعني الله يهديهم كيجيو هنا كيجلسوا كيبداو يشربوا بالليل. فتخيلوا معايا الاخوان ان واحد جا شرب سبع يعني سبع شراب غيبغي ينوض من هنا، تخيلوا معايا غادا يميل ولا شي حاجه فين غيولي. ونحضروا رؤوسنا، ما نغامروش بالارواح ديالنا. راه ولينا كنشوفوا حالات الوفيات كثروا، راه ولينا كنشوفوا حالات الغرق كثروا، راه ولينا كنسمعوا ان واحد مشى يصيد ما رجعش. فهذه نعم هذه من بين اجمل المناظر الخلابه اللي عندنا مدينه المحمديه، مناظر جميله كتشوف من خلالها عظمه الخالق، كتشوف من خلالها عظمه الله سبحانه وتعالى، كتشوف من خلالها الجمال ديال البحر اللي عندنا. ولكن الاخوان، ولكن الكارثه والمصيبه الاخوان هي انك كتلقى واحد كيجي هنا كيدلى، واحد كيجي هو وحده في هذه البلاصه هذه باش يتصوروا باش يديروا سيلفي، كتلقاه كيدلى هنا. اتخيل معايا طيح، اتخيل معايا توقع لك شي حاجه، اتخيل معايا الدور لك تلوى لك رجلك على الاقدار ديال الله، الدور لك رجلك طيح في الماء فين غنوليو؟ والحال بارد، السباحين المنقذين هنا ما كاينينش، حيت هنا ممنوعه السباحه. والغريب في الامر كنشوفوا بعض الاطفال بعض الشباب الله يهديهم كيجوعوا في الطيفور هنايا. بالله عليكم واش هاد البلاصه الاخوان ديال العمال، بالله عليكم واش هاد البلاصه يعوم فيها الواحد؟ وراه غطاسه جاو هنايا وما قدوش يعوموا، راه غطاسه جاو هنا وحلو، غطاسه اللي عوام كبار وجاو هنا وما قدروش يخرجوا. نحضوا رؤوسنا، ما نغامروش بالارواح ديالنا. راه ما يمكنش باش انني نصيد حوته ولا جوج نجي نغامر بالروح ديالي، راه ما يمكنش باش انني نصيد حوته ولا جوج نجي نخاطر بالحياه ديالي. احشومه الاخوان،
نحن وريوسنا. وهذه رساله كنبغي نوجهها لهذوك شاربين الخمور الله يعفو عليهم. على كنتي باغي تشرب وسير الشراب راه حرام اول حاجه. حنا ما كان ما كان ما كان ما كان ما كان ما كان يعني ما كان ما كنشجعوش بنادم على هذا الشيء، ولكن باش جينا لهاد البلاصه هادي وتشرب في هاد البلاصه هادي وتسكر بالعربيه في هاد البلاصه هادي، راه هاد الشيء ما كيتقبلوش العقل. انا بغيت نعرف كيفاش الوعي ديالك والعقل العقل الباطني ديالك قال لك اجا فلان هز قرعتك وجي اشرب هنا على الحافه. يلا شوفوا معانا علاش باش ما يشوفوا حتى واحد حقه مخبي بلاصه مستوره. وشوفوا معايا الاخوان ها فين كيجلسوا، اقصد هاي البلاصه، هاي الحجره كيجلسوا عليها وكيتشكاو، ها البلاصه الاخرى حتى هي، شوفوا معانا المصيبه، شوف فين كيجلس بنادم، وتخيل معايا غيجلس تما غيبغي يوقف، غضربوا الدوخه، ايوا طاح، ميت غارق، مات سكران، لا دنيا لا اخره، وشنو السبب ديالو؟ العقل ما كاينش، شنو السبب ديالو؟ الوعي ما كاينش. مالنا على هاد الحالة هادي، مالنا على هاد المصيبة اللي ولينا كنشوفو، واش لهاد الدرجة بنادم مبقاش كيفكر بعقلو، واش لهاد الدرجة بنادم مبقاش كيخدم دماغو، ولينا كنشوفو بنادم جاي كيشرب في هاد البلاصة هادي، ولينا كنشوفو بنادم جاي مقصر واحد هو وحدة جالسين في هاد البلاصة هادي، اش هاد الفضيحة؟ هزولت. راه من العيب والعار الاخوان اننا في 2023 وباقي كنشوفو بحال هاد الكوارث. فهاد الهضرة ما تعجبش بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس غيقولوا حقه هذا ما لقى ما يدار، ها هو جا للبحر هنايا وجالس يصور وكيكذب. وراه اقسم بالله العلي العظيم ازيد من 10 حالات غرق اللي سامع بهم انا، بلا ما نتكلموا على شحال هادي شنو كان كيوقع. واحد جا كان كيصيد طاح هنا، واحد كانوا العاشقه ديالو باغي يتصور طاح هنا، واحد كان سكران طاح هنا، وما خفي كان اعظم. بلا ما نتكلموا على دوك اللي طاحوا باقي ما تجبدوش، بلا ما نتكلموا على بزاف ديال الحوايج. حنا وريوسنا ما نغامروش بالارواح ديالنا، الروح عزيزه عند الله. راه ما يمكنش ان واحد جينا باغي يشرب غيجي فين؟ غيجي لهاد البلاصه هادي، غيجي غيجلس في هاد البلاصة هادي، هاد الكرسي هذا ما فهمت أنا كيفاش تحلات ليه الجلسة في هاد البلاصة هادي، أنا واقف هنا ومخلوع، وكتلقى واحد جالس هنا حاط قرعتو حداه وجالس حداه وكيتصنت، طالق الموسيقى ما مسوقش، والغريب في الأمر الوحدة جوج الليل كتلقى باقي جالس، الوحدة جوج الليل باقي جالس وكيتفرج، وفي الآخر كتجي كيتقلب البحر على غفله كضرب موجه كضربو لا طيحاتو مات الله يرحمو ما طيحاتو، هذيك الساعه كيسحب الزز منه. مالنا على هاد الحاله هادي؟ مالنا على هاد الفضيحه هادي ملي ولينا كنشوفو بنادم كيغرق بهاد الشيء هذا؟ راه حشومه وعيب وعار الاخوان اننا في 2023 وكنشوفو بنادم باقي كيجي لهاد البلاصه هادي وكيتعاطى الخمور. راه حشومه وعيب وعار اننا في 2023 باقي كنشوفوا ان بنادم كيجي هنايا وكيجلس باش يشرب الشراب، كيجلس هنايا وكيجي باش يقصر. ودابا تخيل معايا تكون سكران ولا شي حاجه وطحتي اش غيديروا لك؟ والله ما يهزك واحد. والمشكله بالليل كتكون الدنيا خاويه، طحتي هنا بقيتي حتى الصباح، واشبع ما ولا موت الله يرحمك. راه الليل هذا باش شنو هما قالوا لك جينا تلاح، هما قالوا لك طيح في هاد البلاصة هادي. شوفوا معانا الإخوان الكارثة، شوفوا معانا شحال غارقة، شوفوا الله يحضر السلامة الله يحفظ الإخوان. شوف هادي راه طاح الواحد هنا والله لا عاش الإخوان، إلا عاش غيعيش بإعاقة دائمة. إيوا وكيجيونا الناس كيشربوا بالليل، كيجيونا الناس كيقصروا بالليل، بالله عليكم الإخوان واش الواحد يجلس هنا؟ بالله عليكم الإخوان واش هاد البلاصة ديال الجلوس؟ بالله عليكم الاخوان واش هاد البلاصه ديال ان الواحد يجي يجلس ويتفرج ويستمتع بالجماليه ديال البحر ويكون غير كان بغى يجلس ها البلاصه يجلس فيها؟ اتخيل معايا هادشي راه سخر، اتخيل معايا هو شي سخره طيح، اتخيل معايا طيح حتى والسخره، اتخيل معايا تجي شي ريح قاصحه طيحك. احضروا ريوسكم، ردوا البال ريوسنا، ما نغامروش بالارواح ديالنا، الروح عزيزة عند الله.
راه ما يمكنش اننا كنشوفوا بعض الناس كيجيو هنا وما نتساوش عاوتاني. والغريب في الامر والكارثه العظمى كتلقى واحد جاي باغي يصيد وكتلقى جاي سكران حاشاكم الاخوان، وفين كيجلس كيدير كرسي هنا هانتوما السبيب وداكشي باقينا، كيدير كرسي هنا كيجلس ماشي في الوعي ديالو، كيبقى يشرب ويصيد يشرب ويصيد يشرب ويصيد، كيفقد الوعي ديالو، شنو غادي يدير شنو غادي يدير، كينوض كي هو راه هو لا يحس النار، هو راه كيضربها في الخوا كيسحب راسو كي العقل الباطني ديالو تقول لي فلان راك صيدت شي حوته غليظه، كيبدا يجر كيبدا يتجامد كيبدا يجر كيبدا يتجامد، كي ما كينسى راسو انه وصل للحافه كيطيح، لا هو لا الصناره لا الحوت لا والو. والسبب شنو هو؟ الطيش ديال هاد السيد هذا، اللاوعي ديال هاد السيد هذا، ما نغامروش بالارواح ديالنا، نحضيو ريوسنا، اللي بغى يصيد يصيد شي بلاصه امنه، ما نغامرش بالروح ديالي على قبل باش نصيد واحد الحوته ولا اربعه ولا خمسه الحوتات. الى هنا مشاهدي قناه الشعب، قناه شوف تيفي، انك شفي بدل القدر، على امل ان القاكم في فيديو مباشر اخر، شكرا والى اللقاء.